مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير صدر الدجاج بالكاري. عنا اول شي صدر الدجاج كيلو قطعتهم بهيدا الشكل، مي، حبة بندورة حجم وسط، بصلتين صغار، 6 حبات ثوم نعمتهم كمان بهيدا الشكل، ملعقة طعام بهار الكاري، ملح، اكيد الملح عالذوق، ملعقة صغيرة فلفل اسود حاب، 2 عودين قرفة، 6 كبشة قرنفل، 2 هيل، و3 وراق غار، حوالي 6 معالق طعام زيت زيتون، و3 معالق صغار شراب او دبس البندورة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط زيت الزيتون، كمان البصل والثوم، بقليهم مع بعض على الغاز. بس قليتهم بهيدا الشكل، هلا بحط فوق البهار، القرفة، الهيل، ورق الغار، بحركهم مع بعض شوي. بحط فوق الدجاج. بسم الله. بخلطهم مع بعض. بغطيهم وكل شوي بحركهم. هلا بحركهم شوي. برجع بغطيهم. واو، ريحة كتير رائعة، ما طلع ريحة زنخة ولا شيء، ريحة البهارات. بس استوى الدجاج عالنص بهيدا الشكل، هلا بحط فوقهم بهار الكاري والملح، كمان بحط البندورة، الشراب، خلطهم. ماي، كوب ونص، حطيت كوب ونص ماي من هيدا، حرك شوي. هنا اذا حبينا من نرغب الحار منحط فوقه شقف حار، بتطلع كتير طيبية يلي ما عنده ولاد.
هلا منغطيهم ومنتركهم يغلوا مع بعض. بعد حوالي ربع ساعة طفيت تحتهم الغاز. وانتهينا من الطبخ. هيدا الشكل. هيدي الوجبة بتتقدم مع رز. واو كتير رائعة. بسم الله. هيدي وجبة صدر دجاج اللي عملتها انا وياكم بالكاري على طريقتي. بتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.